السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. عمر خريبين كاد أن يكون أفضل لاعب في قارة آسيا للمرة الثانية لولا هذا السبب. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. حسب الإحصائيات فالمهاجم السوري عمر خريبين هو ثاني أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى في كأس أمم آسيا 2019 بواقع 4.39% تسديدة في كل لقاء بعد الإيراني سرارد أزمون. ويأتي الخريبين في المركز الأول في بطولة آسيا دقة في التصويب على المرمى بنسبة 71%، ويأتي القطري المعز بن علي ثانيا. كل الطرق كانت تشير إلى أن خطف النجم عمر خريبين لللقب أفضل لاعب في قارة آسيا للمرة الثانية كان واجبا، ولكن خروج المنتخب السوري من كأس آسيا في دور المجموعات حرمه من هذا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.